هذا اللقاء نرحب بالإخوة ممثلي لفاف والإطارات المركزية، وهذا اللقاء ربما هو تكملة لعمل أولي كان دار يعني بالتنسيق ما بين الإدارة المركزية والفيدرالية الجزائرية لكرة القدم من أجل دراسة كيفية إعادة التفكير في كرة القدم الاحترافية. واللقاء يعني فيه يعني شقين، يعني إذا كان صح التعبير، الشق الأول سي لا ريستيتيسيون دو سكاي تي في بار لا بروميير كوميسيون، ومن بعد الشق الثاني هو لانستالاسيون اوفيسيال دو لا نوفيل كوميسيون افيك لا نوفيل كونفيغوراسيون. يجب اشراك الناس اللي كيفون ميتر اون اوفر هاد لا بوليتيك، باش خطره اخرى ما يقولكش نو ما على بالناش ولا كيفاش نو، هذا الامر هذا اني معترف به، وهذا يدخل في اطار ما يسمى بالديمقراطيه التشاركيه، يعني اون امبليك توت لي بارتي اللي احنا نكونوا معنيين معهم. احنا في نهايه المطاف كما كنت نتكلم درك مع الرئيس، احنا الهدف انه ربما على مستوانا كوزاره يعني تمثل الدوله في ميدان الرياضه يتم وضع السياسه الوطنيه للرياضه، وكي والاتحاديات الرياضيه تدير لا ميزون اوفر بور سو كي دي بروفيسيوناليزم. كما قلت انا قبل في تصريحات سابقه، البروفيسيوناليزم ليس له من الاحتراف الا الاسم، اما ريالمون احنا مازال والله رانا كاريمون يعني اكوتي، وبالتالي احنا ماذا بينا برك اللجنه هذه ما تغرقش في التفاصيل بلطو في الامور الادبيه واللي كي ني سون با رياليزابل، ماذا بينا نروحوا لاسكون بو كومونسي ا رياليزي كونكريتمون. درك كاين بزاف حوايج اللي عندنا عليها اعتراضات ولا نحوسوا نغيروها، ولكن لو طون ما يسمحش، تتطلب ربما تعديل القوانين، ربما امبليكي الناس يعني دوتر بارتي اللي ما عندهمش خارج السلطه تاعنا. نبداو باللورد دو بريوريتي اللي نقدروا نغيروا فيه ريالمون ونشوفوه ان امباكت كاريمون على لو موفمون سبورتيف وعلى لي كلوب بروفيسيونيل. هذه اللجنه الهدف منها قلنا انه التقييم وإصلاح منظومة كرة القدم المحترفة في الجزائر، سي سا جدي لو برينسيب. أنا كومونسي أ ترافايي أ سارتان سور أن سارتان نيفو، فاي فواغ سارتامون ريستيتيسيون دون بارتي دو ترافاي، مي أون فا كونتينيي باسكو إحنا الهدف.